أهلا بكم في المناظرة اليومية. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لإذاعة جيش في منع بث أغاني الكاتب والشاعر والناشط السياسي يوناتان جيفن بعد تضامنه مع الفتاة الفلسطينية عهد التميمي. يأتي ذلك بعد أن أبدى جيفن تضامنه مع عهد التميمي والتي وصفها في إحدى كلمات أغانيه بالحسناء ذات 17 عاما وشبهها بجان دارك وأنا فرانك. وفي المقابل رفض المستشار القضائي للحكومة أوامر ليبرمان واعتبرها تدخلا في مضامين البث، مشيرا إلى أنه لا يملك سلطة قانونية على الإذاعة، فيما تباينت ردود فعل السياسيين في إسرائيل بين مؤيد ومعارض. أعلن وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم عن إصداره أمرا إلى قائد إذاعة الجيش الإسرائيلي بوقف تشغيل أغاني يوناتان جيفن أو إجراء مقابلة معه في جميع محطات الإذاعة، بعد أن قارن الشاعر عهد التميمي مع ضحية المحرقة النازية وواحدة من أكثر الضحايا شهرة ونقاشا آن فرانك. ردا على ذلك قال المستشار القضائي للحكومة أفخاي من دبليت إن ليبرمان لا يملك سلطة قانونية للتدخل في محتويات القناة. وواجهت القصيدة انتقادات شديدة من قبل الكثير من أعضاء الكنيست، حيث وصف وزير الاتصالات أيوب قرة تصريحاته بمحرجة ومزعجة وفاحشة، وأن مكان عهد التميمي في السجن. لمعلوماتك يوناتان، عهد التميمي ليست بريئة على الإطلاق وليست أجمل فتاة في المدرسة، بأنها مجرمة ومؤيدة للإرهاب وهي معتقلة. أقترح عليك أن تعود إلى أغانيك ولا تكون شاعرا مجندا من أجل تحرير فلسطين. إن المقارنة المرعبة بين أبطال محرقة شعبنا لعهد التميم الإرهابية في الأسبوع الذي يصاد فيه اليوم العالمي للمحرقة النازية هو تجاوز الخط الأحمر. بيد أن الجميع لا يؤيد تلك التصريحات ضد جيفن. وقال عفر شلاح عضو الكنيسة من حزب يش عديد إن مطالبة ليبرمان متهورة، وأشار إلى أن محطة الإذاعة ليست ملكا له وعليه ألا يتدخل في محتوياتها. ليست هذه هي المرة الأولى التي يثير فيها الشاعر الإسرائيلي جيفن جدلا، ففي عام 2015 خرج بتصريح عن يوم انتخابات الكنيسة ووصفه بيوم نكبة للسلام، وبعد بضعة أيام من هذه التصريحات هوجم الفنان في منزله ونعتوه بالخيانة. ولنقاش هذا الموضوع معي في الاستوديو السيد إيال عليمة خبير في الشؤون العسكرية الإسرائيلية، مرحبا بك. والدكتور روفين بيركو باحث ومحلل سياسي إسرائيلي وكاتب في صحيفة إسرائيل اليوم، مرحبا بك. أبدأ معك دكتور روفين، أنت طالما تقول بأن إسرائيل دولة ديمقراطية حرية التعبير وتتغنى بالديمقراطية، أين الديمقراطية هنا بما يقوم به ليبرمان ضد يوناتان جيفن؟ الديمقراطية تتيح لليبرمان أن يقول ما لديه من آراء، ويوناتان جيفن يستطيع أن يقول ما. نعم هذا أيضا صحيح. ليقول ليبرمان ما يريده وليقول يوناتان جيفن ما يريده، هذه الديمقراطية. أما بالنسبة للرأي بما قاله يوناتان جيفن وبما قاله ليبرمان وهي كالتالي. أولا نبلش مع ما قاله يوناتان جيفن. كل أقواله محزنة وتثير نوع من سخرية. مقارنة الإرهابية آهد التي بوقحتها هاجمت ضابط شرطة، يعني ولمسته بأيديها وتصرفت معه بجبن لأنها كانت تعرف مسبقا أنه ما حيصير مع إشي أسوأ شيء هو سجنها وتزويدها بتسليح أسنانها وبثقافة في تعمل بي اي في السجن الإسرائيلي. شو كان متوقع منها أو لها أن يحصل لها نتيجة هذا العمل الجبان، مهاجمة ضابط إسرائيلي الذي كان يقف شامحا ومفتخرا ولم يرد على هذه المهاجمة السافلة. فإذا يعني هي مش بطلة، هي جبانة يعني تعمل من أجل آخرين خدمة لحماس. قربتها أحلام كانت وراء تنفيذ عملية جبانة سافلة أيضا قتلت من خلالها يعني ما علاقة هذا الأمر بيوناتان. فإذا أنا أقول إنه يوناتان جيفن عندما قارن هذه جبانة بالأبطال، يعني حتى المقارنة بهؤلاء الأبطال الثلاثة عديمة أي رصيد وأي عقل، لأنه جان دارك زعيمة كانت تركب خيل كانت تحارب بسيفها أيقونة الدول الأوروبية ما بين إنجلترا وفرنسا، لا علاقة لها بشيء اللي هي يعني يشبه ولو بشيء
الموضوع تبعنا. أنا فرانك اليهودية اختبأت من النازيين الذين قمشوها وعذبوها وماتت، وآخر واحد فيهم اللي هي البطلة حنا سينش التي كانت يعني تعمل غزوة مظاليين ونزلت في المجر التي كانت محتلة بأيادي النازيين وانسجنت عذبت وقتلت. شو علاقة هؤلاء الثلاث والمقارنة؟ كلمة أخيرة بالنسبة لفيكتور ليبرمان، طبعا أنا ضد أي تدخل من أي وزير الذي يخرج عن صلاحياتي ويمنع التراث الذي أورث به يوناثان جيفن. بغض النظر عن تياسته الأخيرة، له تراث جدير بالذكر والتقدير، يعني كتب اللي ألفها، أغاني تربى عليها جيل. لا أدري قد نسي من المجتمع الإسرائيلي وأراد بأي ثمن من كان أن يعود إلى الخلبة من خلال هذا التحدي الصافر والسافل للضمير الإسرائيلي وذكريات الكارثة. نعم، سمعنا الخطاب الطويل من دكتور روفين بيركو، هل توافق الرأي في البداية؟ أولا الموضوع هو ليس عهد التميمي. عهد التميمي ليست هي الموضوع إذا كانت بطلة ومقاومة أم إن كانت إرهابية كما يصفها دكتور بيركو، كما أن الاحتلال وجرائم الاحتلال هي ليست موضوع النقاش. الاحتلال هو موضوع بغض النظر عنه. السؤال هو يتعلق بالنسبة لقرار ليبرمان، هل يصح، هل يستطيع أن يقوم بمثل هذا القرار؟ المستشار القضائي قال بشكل واضح، والمستشار القضائي قال أنه يرفض ذلك. وهنا هي المشكلة الأساسية. عندما يقول الدكتور بيركو أن إسرائيل دولة ديمقراطية، هذه هي المشكلة. أولا، أين حدود الديمقراطية؟ هل يستطيع وزير الدفاع أن يقوم بمثل، أن يتخذ مثل هذا القرار؟ وفي الواقع أنا أعود بنظري، لا مجال لكون محطة إذاعة عسكرية، لا مجال، لا يجب أن لا تكون محطة إذاعة عسكرية. الجيش الإسرائيلي قال أنه لا يريد هذه المحطة، في نهاية الأمر نقلت إلى السيطرة إلى وزارة الدفاع. وزارة الدفاع، هل يستطيع وزير الدفاع أن يفعل كما شاء بأن يقوم بأن يتخذ القرار من يستطيع الظهور أو عدم الظهور في المحطة؟ وهنا المشكلة، وهذا يعيدنا في نهاية الأمر إلى حلقة الوصل بين الديمقراطية وبين الاحتلال، وهنا المشكلة الكبيرة. وكبار المفكرين قد رأوا ذلك، أن مواصلة الاحتلال ومواصلة الحكم العسكري في نهاية الأمر يعود بالضرر للمجتمع الإسرائيلي. وما نراه حاليا، وهي ليست قضية ليبرمان أيضا، وإنما هي قضية المس بالشرعية كل من يقول أراء أو يدلي بأراء معارضة. اليسار أصبح مقارنا للخيانة، أصبح كل من يصف بأنه يساري كأنه يحاول أن يدافع عن نفسه ويرفع ويرفض ذلك. وهنا هي المشكلة، أين هي الحدود؟ نرى في الظروف الراهنة، في المناخ السياسي والحضاري الراهن، نرى، وهذا هو الخطر الأكبر بنظري، نرى أن القيود أصبحت تفرض أكثر فأكثر على حركات. حركة كسر الصمت أصبحت على حدود اللا شرعية، أو يحاولون المس بشرعية هذه الحركة. لماذا؟ لأنهم يفضحون عمليات الجنود في مناطق الضفة الغربية. وهذا هو الأمر، نفس الأمر. القضية هي ليست قضية عهد تميمي، وإنما القضية هي المس بالديمقراطية الإسرائيلية وتفكك القيود التي فرضت قبل ذلك على المسؤولين. إلى أي مدى يستطيعون أن يذهبون إلى مثل هذه القرارات؟ نعم دكتور روفين، اليوم في أحد المقالات الإسرائيلية يقول بشكل واضح بأن هناك ديمقراطية في إسرائيل لكن تقتصر على اليمين الإسرائيلي، الديمقراطية غير موجودة في اليسار. على سبيل المثال، بالنسبة لما جرى مع يوناثان جيفن وهو يساري اتهم منذ البداية، أعطيك مثال على ذلك. إليور أزار لا ينتمي إلى اليسار الإسرائيلي، وقام بعمل
معين، وبقيت الديمقراطية لدى اليمين. حتى إذا اليسار تحدث عن إلأور أزاري كان يهاجم، وفي كما ذكر سيد إيال أصبح حتى اليسار في إسرائيل يخون منذ التصريح الأول له إذا كان لا يتماشى مع مواقف الحكومة أو مواقف وزراء، وهذا ما جرى مع يوناتان جيفن اليوم في الراديو. أريد أن أتطرق من خلال جوابي إلى أقوال ضيفك الفاضل سيد ياليما. هو بلش بشيء وانتهى بعكسه، قال إنه لا علاقة لكل احتلال وكل موضوع يتعلق بصلاحيات وزير الدفاع وهل له من صلاحيات لوقف المشاركة أن يتدخل في المضامين أو يتدخل، وآخر المطاف انتهى بعلاقة كل ما جرى بالاحتلال. فيعني نرى كيف يناور اليسار الإسرائيلي بشعارات بأقوال متناقضة، ولذلك من الصعب أن نفهم ماذا يريد اليسار الإسرائيلي. هل يضمن تضمن هذه الأقوال استهتار بقوة التحكيم السياسي والعسكري والأمني الذي يتميز به الحزب الذي فاز بالانتخابات بأغلبية، لا نقول ساحقة ولكن بأغلبية، أو الجماعة الذين هم قلائل في إسرائيل اللي هو اليسار الذي لا يزال يحلم ويوهم نفسه ويحاول أن يوهم المجتمع الإسرائيلي بأن هناك شريك يريد السلام، ويعني من خلال هذه الرؤية الخاطئة الجهنمية تتحول إرهابية من أمثال عاهد إلى رمز لهذا الشاعر ولأتبعه، والذين يوصفون هذه الإرهابية كموضوع قد يصير رافعة أو نقطة للنقاش السياسي بيننا. الحدود واضحة جدا، هناك من يريد إبادة دولة إسرائيل لا يريد الاعتراف بها، وهناك من يوهم المجتمع أنه في هناك فرص للسلام، يأتي بمقارنة إجرامية ما بين إرهابية وبين الشخصيات من البانتئون الإسرائيلي التاريخي القديم، ويريد أن نقبل ذلك كانتقاد كانوني بناء الذي يؤدي بآخر المطاف إلى السلام المنشود. هذا شيء لا يقبل عندنا. نحن لا نريد أن نقبل المعادلة الخاطئة الوهمية التي يطرحوها كنوع من تفوق أقل. وهل في اليمين ليس هناك ناس عقال الذين يتمكنون من استنتاج النتائج السياسية والأمنية المطلوبة؟ أما بخصوص الديمقراطية وأزاريا على سبيل المثل، ما هو أزاريا حكم وسجن بغض النظر عن اليمين وعن اليسار، مما يدل على أن العدل الإسرائيلي في هذه الظروف يتيح بسماع الآراء المتناقضة. لم يجرؤ شخص من اليسار بالتحدث إلى عن قضية إلأور أزاري. أنا أذكر هذا غير صحيح. الصحف الإسرائيلية مليئة بالانتقادات عن ما صار بموضوع إلأور أزاري، وهناك من اليمين شجب كل تصرفات أزاري، ولذلك الفصل أو الفرق ما بين اليمين واليسار بقضية أزاري وهمي خيالي، ليس هناك فرق، الكل كان يتعامل مع أزاري. أما بخصوص يوناتان جيفن، أنا أقول لك بكل معنى الكلمة، هناك في أطار النواة اليسارية فكرة تفوقية، وكأنهم هم الشمس تطلع من مؤخراتهم، والدنيا كلها تتصرف حسب أوهامهم وأحلامهم، وليس هناك في الحزب المنتخب اليوم اليمين في هذا المنحة وكاسروا الصمت هؤلاء الذين يطلعون من صفوف الجيش ويوسخون على جيش الدفاع بدل ما يطرحوا شكواتهم إلى الأجهزة العسكرية الموجودة داخل جيش الدفاع. وصل. يريدون المس والسبب وتسبيب الضرر للجيش الذي هم جزء لا يتجزأ منه. هذا أيضا لا يقبل.
تحدثنا عن نقطة أو حلقة الوصل بين الحديث عن الديمقراطية والمجتمع الإسرائيلي وقضية الاحتلال. هنا في الواقع هذه المشكلة. قال أنني قلت بأنني لا أريد أن أتحدث عن الاحتلال وأعود في نهاية الأمر إلى الاحتلال، لأن هذه هي حلقة الوصل. نحن نتحدث وأنا أخشى في هذه في هذا الحديث أتحدث عن الديمقراطية في دولة إسرائيل والشعور الانطباع الحاصل بأن هناك قلق حقيقي بالنسبة للديمقراطية في دولة إسرائيل. كل رأي أو كل موقف معارض ربما أو فجأة يعود، وتحدثنا مرة تحدث عن الخطر في إبادة إسرائيل، يعودون إلى إبادة دولة إسرائيل وإلى الخطر الأمني، تقديس المؤسسة العسكرية. ماذا قال ليبرمان في جوابه؟ لا أسمح بأن يتم أو يقوم مبدع أو فنان أو مفكر بالمس بالجنود الإسرائيليين الذين يخدمون إلى آخره إلى آخره. لماذا؟ وهذه هي المشكلة. لا، المؤسسة العسكرية غير مقدسة. المؤسسة العسكرية هي مؤسسة مدنية ككل الدول. كل الدول لها جيوش، لها مؤسسات عسكرية. لماذا يمنع الحديث أو توجيه الانتقادات إلى الجيش؟ الجيش غير مقدس. الموضوع الأمني، الموضوع الأمني والعسكري غير مقدس. وهذا الموضوع، وهذه هي المشكلة. كل رأي، كل موقف معارض يقودونه إلى إبادة دولة إسرائيل، خطر الإبادة، لا شريك، إلى آخره. وهذا في نهاية الأمر. وما نراه حاليا، الجملة الأخيرة، نرى أن المؤسسة القضائية تحت تهديد حقيقي. وسائل الإعلام شوف كيف يتظاهرون، يريدون إجبار المستشار القانوني لاتخاذ قرار ضد ضميره في بيت الكنيسة تبعه. النائب مودي يوغيف نتذكر قال يجب تدمير بالجرافات، نصل بالجرافات إلى ليس هذه المهم. ما أقوله أن كل المؤسسات التي تميز الديمقراطية، وبنظري المدرسة الليبرالية تقضي بأنه لا يوجد أمر مقدس، يجب ممكن انتقاد كل شيء. أنا عندما بدأت أتعلم الصحافة وأمارس الصحافة كان الخط الوحيد عدم التحريض، يجب عدم التحريض. هل ما قاله أفيف جيفن كان بمثابة يوناتان جيفن كان بمثابة تحريض؟ كلا، لا وكلا. قال ما قال، هذا رأيه، أو تقبل أو لا تقبل أو ترفض. في الولايات المتحدة كان لن يكون الحديث عن هذه القضية بشكل ابتدأنا في أنني وافقت مسبقا مع أن ليس لوزير الدفاع الإسرائيلي أي صلاحية بمنع بث أغاني، هكذا بدأ. لكن هناك هجوم شرس على، ولكن استمعنا من سيد عليمة أنه الجيش والدولة مش تحت تهديدات، وجيش الدفاع مثل كل جيوش العالم معرض لانتقاد. هذا غير صحيح، لأنه في كل دولة في العالم ليس هناك يعني جسم يقوم بتعاون مع البي دي اس، اللي هؤلاء الذين يعملون ليلا ونهارا لمقاطعة إسرائيل وتحويلها إلى جنوب أفريقيا، بغية تحويلها إلى دولة أبارتايد، مقاطعتها والإنهاء عليها مثل ما صار في جنوب أفريقيا. هكذا يفكرون هؤلاء، هم لهم حلم، لم يتمكنوا من تصفية إسرائيل بطريقة عسكرية، ولذلك يفكرون بمقاطعتها وتحويلها في الرأي العام العالمي كدولة أبارتايد. ومساعي جيفن وغيري من اليسار هو تحويل صبغة إسرائيل إلى دولة قهارة غير ديمقراطية ويزيد من مقاطعتها. وهذا الجهد الذين يحملونه كسري الصمت وغيره من مؤسسات، هذا يجعل الجيش مقدسا؟ انت تستعمل شعارات يعني فادعه يا مضمون، فيش تقديس، هذه مشكله سياسيه. انت تستعمل سيدي الفاضل، انت تستعمل شعارات فادعه المضمون، بالونات فادعه. اقول لك لماذا كلمه مقدس هي كلمه يعني وكانك تقول لي
أن محاولتي الدفاع عن نفسي هي شعار، هذا شعار مقدس مش مقدس. من حقك أن تشتمني وأن تنشر عني بدون تحريض إشاعات كاذبة وأن تقارن بيني وبين بيت دعارة معين، من حقك. وسمعتي مش مقدسة برأيك؟ بس تحريض. أنت إذا قارنتني بمجرم هذا مش تحريض، هذه يعني رأيك بالتعبير الرأي. هناك حدود سيدي الفاضل حتى بما يتعلق بإخلاص المواطن لدولته. فكل ما نسمع أنه الجيش بدل ما يذهب إلى مؤسسات الجيش ويقدم شكواتهم يذهبون إلى أعضاء إسرائيل يطرحون ما يسمونه جرائم تحت أسماء مستعارة. نعم. أنت ذكرت قبل قليل ما ذكروا بأن كل شخص يتحدث. عدنا مرة أخرى، عدنا إلى المواقف والآراء والمقارنة والتشبيهات. أنا أشعر بعدم الارتياح عندما يقارنون بين المستوطنون والأبطال الذين يحمون الدولة، الذين يدافعون عن إسرائيل بنظري هم الضرر الأكبر. وعندما يقارنون بين المستوطن وبين البطل المدافع العظيم لا أعلم، هذا لا يفترق بين ما يقوله جيفن عندما يقارن بين عهد تميمي وكبار الأبطال. هناك أكذوبة عظيمة؟ لا أرى فرق. إيش الفرق؟ أتفضل بالصمت لو تفضل وتشرح لي إيش هو ما الديميون شو بقوله؟ إيش التشابه ما بين أنا فرانك وبين خمسين؟ لا أريد لحظة بس سيجيبك على سؤالك. لا أريد أن أعود إلى هذه الأمور التي أقول من ناحية المبدئية. هذه المقارنة بحد ذاتها قد تثير غضبي كما تثير غضب، ولكن من أين هي الحدود إذا سيدي؟ أين هي الحدود؟ هل مسموح لي أن أشتمك وأقارن بينك وبين مجرمي العالم ونسيا بدون أن تدافع عن نفسك؟ لكن دكتور روبي أنت تنسى أمر آخر. عهد التميمي لم تقتل أي أحد، هل التميمي صفع جندي إسرائيلي وتحكم على ذلك؟ نحن لا نقول إنه هي قتلت بغض النظر من دار تميمة معروفين بانتمائهم لحماس وبانتمائهم للخلايا. لا أحلام صحيح، لكن لا علاقة لها سيدي. أحلام من كرامتها وكل كرامتها لهم ظل بالإرهاب. وإن قتل فلسطيني جندي إسرائيلي وإن قال لا من هم قتلوا ناس في مكه أصبروا أرجوك وإن قال من قال لحظة دكتور بيركو وإن قال من قال بأن قتل الجندي الإسرائيلي يندرج في إطار المقاومة الشرعية، وإن قال آخر بأن هذا هو آخر هذا إسرائيلي آخر شاعر له دور إخلاقي وأدبي في دولة هذا إسرائيل هو أمر إرهابي. هناك تناقض في المواقف والأراء. أنا أستطيع أن أستمع أن أستوعب ما يقوله الطرف الثاني، ولكن لا أستطيع أن أحضر على الطرف الثاني أن يقول ما يريد أن يقوله. هذه هي المشكلة. لا المشكلة أنت غلطان وكأننا موجودين في الصيدلية. نحن مش بالصيدلية، نحن في الشارع الإسرائيلي والفلسطيني. إنما يقول سيدي لا هذه صيدلية، هذه الموضوع. أنا بشرح لك إيش قصدي. باختصار الصيدلية المواد الكيميائية هناك قنينة لما يكون واحد تفجر. سيدي أنت تخلق تفجر مواد متفجرة. أقول لك لماذا؟ نحن ربينا جيل على القصائد والمؤلفات تبع يوناثان جيفن. كان هو بالنسبة للإسرائيليين شخصية لها وزن أخلاقي تربوي حضاري. والآن بعيد والآن تبين أن هذا الإنسان يقدس بكلماتك النظام الفلسطيني عندما يقارن هذه الإرهابية بأبطال الصهيونية وتاريخ اليهودي. هذه اجتياح واحتجاز قطع الحدود
ويعني هذه يعني الانهيار اخلاقي بكل معنى الكلمه. نعم دكتور روبن، انت تنسى امر اخر، تقدس ذلك، انت تنسى امر اخر من خلال دفاعي عن المجتمع الاسرائيلي. لا اقدس الديمقراطيه، يعني الديمقراطيه باسرائيل ليس لها حدود. لكن دكتور روبن انت تنسى امر اخر، دكتور روبن انت تنسى امر اخر. هناك هذا مش مزبوط، هناك معسكر كامل، حتى الديمقراطيه لها حق الدفاع عن نفسها. نعم هناك شرائح كثيره في المجتمع الإسرائيلي تؤمن بأن حق الشعب الفلسطيني المقاومة، مقاومة شرعية وفق القوانين الدولية. ليس هناك بالأغلبية الصحيحة من إسرائيل تفهم أنه ما يسمونه مقاومة هي أصلا إرهاب وقتل الناس عبرياء بإسرائيل، مثل مقام الناس من 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 دار تميمي، هم قاموا بذلك. فأنت تقول مقاومة، بالنسبة لي بالعربي المكسور اللغة العربية المكسورة اللي لدي، المقاومة هي الإرهاب الفلسطيني، ولنا حق حق مقاومة المقاومة. هذا هو الأنصر الذي أستعمله عندما يقولون لي نحن لا نتحدث عن لا نتحدث مرة أخرى المقاومة والاحتلال وكل أنت جبتها بأخذ كلامك. أنا أقول والجملة الأخيرة الديمقراطية الإسرائيلية تحت تهديد دين حقيقي. وصلت فكره سيد إيلا ليما خبير في الشؤون العسكريه الاسرائيليه. لك دكتور روبن، انا فخور في الديمقراطيه الاسرائيليه. شكرا جزيلا لك. اعزائي المشاهدين ناتي الى ختام هذه المناظره اليوميه، شكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء.